كمان كان في يعني قانون آخر، هذا القانون أثار جدلا ما بين مؤيد ومعارض في البرلمان، قانون تنظيم السجون. القانون ده النهاردة يعني حصل عليه جدل كبير. واضح أن جلسة النهاردة كانت جلسة ساخنة، وكانت يعني مليئة يعني بالمؤيدين والمعارضين، ومليئة بالجدل. معنا على طبعا المعروف النهاردة في موضوع قانون تنظيم السجون اعتراض يعني بعض من النواب البارزين ليهم أسامي يعني بارزة. أيضا حزب النور اعترض بشدة على قانون تنظيم السجون، ويعني ده أول اعتراض بنسمعه يعني في البرلمان من جانب حزب النور. يعني واضح انه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور دكتور أحمد خليل يعني كان له موقف واضح وصريح اليوم في البرلمان تجاه قانون تنظيم السجون. طيب ايضا سيكون معنا على الهاتف الأستاذ مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. اهلا بحضرتك معنا. من اهلا بحضرتك. بداية كده يعني من وجهة نظر حضرتك عضو للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إيه هي تحفظات حضرتك على قانون تنظيم السجون؟ الحقيقة أنا تحفظاتي مش نظرية، مش متعلقة بالنص. أنا تحفظاتي متعلقة بالموضوع. إزاي؟ إن قانون السجون ده من القوانين التي لا يعمل بها أيا كان. يعني سواء القانون القديم أو القانون الجديد. يعني إيه ما بيعملش بيه؟ يعني ليه ما بيعملش بيه؟ لان هو قانون منظر بس، يعني كده ديكور. قانون منظر المحل بمعنى ايه؟ قانون منظر ازاي يعني يبقى قانون ديكور؟ ديكور يعني ما بيتطبقش، يعني ما بيعملش بيه. ايوه عارفه ازاي يعني. الذي يراقب تطبيق قوانين على السجون هو النائب العام والنيابه العامه. هذه واحده يعني مهمه جدا. النقطه الثانيه ان اللائحه التنفيذيه التي تصدر تنفيذا لقانون السجون تلغي، تقوم بإلغاء كثير من النصوص. نمرة ثلاثة أن السجون في مصر لا تخضع للرقابة العامة، ولا تخضع لرقابة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا تخضع لرقابة أي جهاز ولا جهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي فإن تطبيقها يقوم على الأعراف المستخدمة أو على القدرات السياسية الممنوحة للدولة أو على ثقة الدولة أو على إمكانيات الدولة أو على حب الدولة للتطبيق لهذه. طب بس في النقطة دي بس هسيب حضرتك تكمل، بس في النقطة دي بس خليني أستفهم من حضرتك على حاجة. يعني إيه السجون لا تخضع لرقابة المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ يعني معلوماتي أنه كان الفترة السابقة كان في زيارات مختلفة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون المهمة. يعني من كام يوم مثلا الأسبوع اللي فات كان معانا جورج إسحاق، وهو كان بيحكي أنه كان في زيارة لسجن العقرب. هو حكى لك انه كان في زياره ولا قدم طلب للزياره؟ لا كان في زياره وسمح له وقدم له فلان وفلان دون الذي دون الافراد الذين طلبوا. المشكله ده موضوع تنظيمي فقط، يعني ده طالما انه بيتوافق ما بيتقالش لا، يعني ده موضوع تنظيمي. لا لا لا، مين قال انه بيتوافق؟ لا، ما دام المساله خاضعه للموافقه او الرفض ما يبقاش ده حق رقابي. ازاي انا رايح ازور زي اي واحد جاي يزور ويطمن على قرايبه؟ ما ينفعش الكلام ده. امال ايه المطلوب؟ ان يكون في اجهزه رقابيه على تطبيق القانون داخل السجون. ده اي قانون ملوش قيمه من غير الجهاز الرقابي له. هاتي اي قانون موجود، هل يستطيع اي وزير او اي شخص ان يتحكم في محتويات هذا القانون؟ ما يقدرش. لازم يبقى في جهاز رقابي يلزم الافراد باحترام قانون السجون ويجرم مخالفة هذه القوانين، وبالتالي فانت عارف حضرتك النيابة احد الجهات المنوط بها رقابة السجون. النيابة لا تقوم بمراقبة السجون لاننا ما زلنا حتى الان نحتاج الى منح النيابة المناخ الكامل لحماية حريات الافراد. فمسألة ان قانون السجون قانون حلو فيه براح، فيه حق السجين في كذا، ما زالت السجون بتخضع لوزارة الداخلية وما زالت تعاني من أشياء. والله إحنا لو لقينا السجون تتعامل مع الناس بمساواة وبحقوق متساوية وتعطيهم حقوقهم دون داعي وتطبق القانون تطبيقا صحيحا ولا تحول بين المرء وبين
حق الزيارة وحق المعاملة الحسنة، ولا تعيش السجون مسألة طبقية، وتنفق طيب على المسجونين بسخاء المعيشة، يعني بسخاء طيب المعيشة. بعد إذن يعني حضرتك يا أستاذ مختار خليك معايا، معلش أكمل يا أستاذة. طيب اتفضل. وتعطي المساجين حق الطعام بصورة يعني تبعث على الاحترام، ولا تفرق بين الغني والفقير فيها، ساعتها والله نقدر نقول لك يا سلام، ده السجون بقت زي الفل. طيب خلي حضرتك معايا، هرجع لحضرتك تاني برضو اسمع بقيه راي حضرتك. بس معايا اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق، اهلا بحضرتك معانا. وزي ما حضرتك سمعت انا معايا الاستاذ مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. لما كنت بساله عن قانون تنظيم السجون والذي اثار جدلا كبيرا اليوم في البرلمان، قال لي يعني جميل يعني حلو، بس هو القانون ده ديكور، وانه القانون ده لا يطبق فعليا، وانه السجون لا تخضع لرقابة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وانه بنحتاج لإذن او موافقة او طلب علشان نقدر ندخل السجون، وبيبقى في موافقة او في رفض، وده معناه ان احنا دورنا مش رقابي على السجون. يعني حضرتك كيف ترى يعني وجهة نظر الأستاذ مختار نوح؟ مع احترامي للأستاذ مختار نوح وتاريخه وانتماءاته الفكرية حاجات كلها، السجون تخضع لوزارة الداخلية والنائب العام فقط، هو اللي مسموح ان يبعت اي من السادة وكلاء النائب يفتشوا على السجون في اي وقت من اوقات النهار. اما جميع المنظمات الحقوقية وحقوق الانسان وحتى المارك المصري لحقوق الانسان لابد دي حاجات تنظيمية، لابد ان يكسر الوزارة يقول انا عايز ازور النهارده، ويسألوا أعضاء المجلس كلهم كل الطلبات اللي اتقدمت استجيب ليهم، إلا كنا احنا بقى يعني عايزين بس نشوه صورة الداخلية ولا نشوه صورة النظام ولا نشوه كذا، خلاص نتكلم الكلام معلوش جمرك. لكن السجون دلوقتي أفضل بكتير جدا 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 من العقود السابقة، من حيث الأكل ومن حيث الزيارات ومن حيث العناب. المشكلة الوحيدة اللي فيها دلوقتي التكدس، ودي مشكلة مش مشكلة وزارة الداخلية، مشكلة الدولة كلها، لابد انها تبني مناطق سجون تانية. التكدس هو اللي عامل المشاكل، انما لا في انتهاك لحقوق الانسان، لا في تعذيب ولا في رفض لزيارات وفود، انما لابد ان تكون العملية منظمة. انا شفت احد السادة اعضاء المجلس المصري لحقوق الانسان بيقول انا اخبط على السجن واخش افتش، ازاي يعني؟ سيادتك النائب العام ولا ايه؟ لابد دي عمليات تنظيمية، يقدم بطلب للوزارة أو لمساعد الوزير المختص يتحدد معاد يتفضل. الوحيد اللي يخش في أي وقت عشان يفتش عشان يضبط أي مخالفات أثر أعضاء النيابة العامة. طيب خلي حضرتك معايا سيادة اللواء، هرجع مرة أخرى لأستاذ مختار نوح. يعني زي ما حضرتك سمعت يعني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق بيقول ان السجون بتخضع لوزاره الداخليه وللنائب العام، ما ينفعش اي جهه اخرى تروح تخبط على الباب وتقول يعني ادخل، زي ما قال احد الاعضاء النهارده في مجلس النواب، وقال ان ما فيش اي مشاكل في السجون، انه لا في انتهاك لحقوق الانسان ولا تعذيب ولا رفض لزياره اي وفود، لكن المشكله الوحيده التي تعاني منها السجون هي مشكله التكدس. الا ما اعتقدش ان انا قلت غير كده، ما انا قلت ان المجلس القومي لحقوق الانسان بيستسمح ان يزور، ودي اللي موجوده حاليا، وان السجون هي اللي بتسمح بالزياره من عدمه. وقلت ان النيابات الان ليس المناخ مناخ التفتيش على السجون، ولا تقوم بالتفتيش الدائم، ولا حتى على الاقسام والحجز، ولا يوجد عدد يسمح بذلك، وبالتالي الذي يتحكم في السجون وزاره الداخليه. انا ما قلتش غير كده، فسيادة اللواء أيدني تماما. أما مسألة النظام فأنا أدافع عن النظام أكثر من وزير الداخلية نفسه، لأن أنا اللي حريص على النظام، أنا المواطن اللي حفر في الصخر عشان النظام ده يجي، وحريص جدا أن ما حدش يمس هذا النظام بأي سمعة، بإخفاء، بعدم تنفيذ حكم قضائي أو ما شكل ذلك. يعني السجون أنا عارف أنها أحسن، لكن أحسن من إمتى؟ أحسن من أيام مذابح حسني مبارك؟ ما هو اللي كان بيتكلموا ايام حسني مبارك ويناقشونا برضه كان بيقولوا لنا ده احنا قمه الحريه وقمه العداد. احنا عايزين نص 30/6 تختلف عن نص حسني مبارك ومصر حتى انور السادات، نص جديده. هذه النص الجديده تفكر بطريقه ان احنا مسؤولين عن المساجين زي وزاره الداخليه بالظبط.
فكون احنا ما بندخلش الا بتصريح يسمحوا لنا بذلك او لا يسمحوا. وطبعا سبق السماح بالزيارة الاخيرة دي مئات المرات لا يسمح بزيارة احد. وان في برضو ما زال مشاكل في سجن 15 مايو وفي سجن العقرب وفي سجن العزولي. طيب حضرتك بتقول مئات المرات لا يسمح بزيارة الجهات الحقوقية. طب بس انا بس بقف قدام النقطة لانها نقطة مهمة. هل فعلا مئات المرات لا يسمح بزيارة الجهات الحقوقية؟ طبعا ما فيش جهات حقوقية لا يتساووا. احنا مش جهه حقيقيه. طيب المجلس القومي لحقوق الانسان برضو مئات المرات وهيصدر بينا قرار من البرلمان. احنا مش جهه حقوقيه زي المجلس المصري او الجمعيه المصريه. طيب خليني اخصص المجلس يعني القومي لحقوق الانسان. انا مش عارف اكمل ليه. مش عارف ما هو انا بس بستوضح النقطه وحضرتك كمل براحتك تبقى مفهومه. يعني ما هو انا عاوزه النقطه تبقى مفهومه. المجلس القومي لحقوق الانسان مئات المرات لا يسمح له بالزياره؟ طبعا. طيب كمل نقطة حضرتك. طبعا مئات المرات يسمح بالزيارة ومنها طلبات. أنا طبعا عاصرته هذه الطلبات في تقديمها. الداخلية تسمح أو لا تسمح ده حقها. بس ده حقها بحكم الواقع القانوني اللي موجود دلوقتي. إحنا مش عايزين نتجاوز. إحنا بنأمل إن في يوم من الأيام يبقى السجون والأقسام تقدر تقول لأي حد أهلا وسهلا ومرحبا في أي وقت. تعال اتفضل زور. زي بالظبط كده لما كانت السفارة الأمريكية. عشان كده بقول لحضرتك السجون لا تتمتع بمساواة. السفارة الأمريكية كانت بتدخل في أي وقت تفتش على راحة سعد الدين إبراهيم وعلى راحة الناس المحبوسين على ذمة قضايا جاسوسية. إحنا بنقول عايزين المصريين كلهم يبقوا سواء في التعامل. وإحنا نعرف كويس قوي إن الداخلية الآن أفضل بكثير بكثير مما سبق. لكن إحنا مش عايزينها أفضل مما سبق. لان عشان نقارنها بالجحيم اللي كان موجود ايام حسن مبارك نبقى احنا غلطانين. احنا عايزين نقارنها بالصحيح من القانون ان كل مواطن ياخد حقه. مفيش حاجه اسمها زياره 5 دقائق او زياره ساعه ناس تقعد في زياره ساعات. مفيش حاجه اسمها ان ناس يصرفوا على السجن وناس مش لاقيين ياكلوا جوه السجن. اما اكل السجون فانا طبعا عارف اكل السجون ومجربه سنين طويله في عصر مبارك. وان شاء الله باذن الله لو كان وصل اي تحسن في السجون في الاكل او كده كان المساجين قالوا لنا. لان يعني احنا بنسالهم وبنتناقش معاهم. الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان احنا حريصين على النظام. نعم. وعشان احنا جزء من النظام. ما احناش ضد. يعني انا مش عايز حد يصورنا ان احنا عايزين نشوه صوره النظام ويتقال انتماءاتنا. انا انتماءاتي مصري وقلبي وقالبي سيسي. نعم. وانا ساهمت في 30/6 بحياتي كلها. طيب. واتعرض للاخطار من اجل حمايه هذا النظام. طيب. فانا مش عايز ان كل حوار نقوله يتحول. طيب. الى ان احنا وضحت فكره حضرتك. خليك معايا. بنسيء لتطبيق خاطئ. طيب. يضر بالنظام. وضح فكره حضرتك. خليك معايا. هرجع لحضرتك مره ثانيه. سياده اللواء يعني زي ما حضرتك سمعت استاذ مختار نوح بيقول انه يعني في مشاكل داخل السجون. هناك تفرقه في التعامل بين السجناء. موضوع الزياره يعني ناس 5 دقائق وناس ساعه او ساعات. الناس اللي بيصرفوا على سجن. موضوع اكل السجون الكلام ده مش دقيق. وفي حاجه كمان استوقفتني من كلام الاستاذ مختار نوح ان وزاره الداخليه كان بترضخ للسفاره الامريكيه في اي وقت تخش تفتش. السفاره الامريكيه مش مربوط بيها تفتيش على اي سجن من السجون. كانت تقدم طلبات للنائب العام علشان زياره عرفهم سعد الدين ابراهيم. وكان النيابه بتحدد اوقات الزياره وبيجيب الطلب متاشر عليه من المحامي العام. يخش مندوب السفاره يدخل اكل او شرب يتفتش زيه زي اي مسجون. أيوه. ويتحدد له مده زياره زي اي مسجون. مصلحه وزاره الداخليه ومصلحه السجون لا بتعمل حساب لمسجون امريكي او مسجون كندي او مسجون. كان من باب اول تعمل للمسجون المصري ابن البلد. احنا ما بنخافش من امريكا في السجون وبنعامل كل الناس المخابرات زي القاتل زي المنتمي لاي فكر تاني في الزيارات وفي الاكل وفي الشرب وفي التريض وفي شكواه والنقل للسجن القريب من اهليته عشان تحقق له المزايا الاجتماعيه او التواصل الاجتماعي معاه حتى في حالات الوفاه. يسمح لاي حد انه ينزل ياخد العزل ينزل يزور مريض ينزل بيخرج زي مرشد الاخوان دلوقتي ما بيخرج وبيعمل عمليه بره في القصر العيني عادي جدا جدا مفيش تفريقه ايا مكان الجرم او ايا كانت التهمه. المسجون السجين المعامله واحده وفي لائحه موحده
اللائحة بتطبق دون النظر للاسم ولا الجنسية ولا العقيدة. يعني سيادة اللواء حضرتك بتقول انه ما فيش اي استثناءات داخل السجون المصرية اطلاقا. طيب خليني ارجع للاستاذ مختار نوح. سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الاسبق بيؤكد انه ما فيش اي استثناءات داخل السجون المصرية، ما فيش اي تفرقة في التعامل بين السجناء، يعني بينفي الكلام اللي حضرتك بتقول. والله احنا يعني انا خلاص قلت لحضرتك اللي عندي، اذا كان هو سيادته شايف ان كلامي ده غلط خلاص، لكن انا بقول ان كلامي صح وانا شفته بعيني وعشته. ولو سالنا سعد الدين ابراهيم نفسه، ايوه السفاره الامريكيه كانت بتدخل وقت ما عايزه وبتخبط وقت ما عايزه وبيجي السكرتيره. هو بيقول ان هي كانت بتتقدم بطلب للنائب العام والنائب العام بيسمح. حضرتك زعلانه مني؟ لو حضرتك زعلانه مني خلاص اسكت. لا حضرتك اللي يعني متحامل عليا، واضح انا مش زعلانه من حضرتك على الاطلاق. طيب انا حضرتك سيبني اكمل كلامي واختمه. ما هو انا دايما يعني بقول لحضرتك النقاط المهمه يعني عشان نركز عليها نوضحها للناس. يا فندم انا لكن عارف النقاط المهمه وانا اللي بحضرها مش حضرتك، انا اللي بتسال. بس انا لا انا اللي بسال، بس انا اللي بسال وانا اللي بحضرها. اتفضل حضرتك، على العموم احنا مش موجودين هنا عشان نتخانق. اتفضل حضرتك. كويس قوي كده ان احنا مش موجودين عشان نتخانق بالظبط كده. يبقى لازم نعرف ان سعد الدين ابراهيم عدد زياراته كانت يوم ويوم واحيانا كل يوم، وسكرتيره السفاره بتيجي ومعاها ناس لا تحصى والسجن كله بيقف على ذلك. انا مش عايز النهارده ادخل في جدل هو سعد الدين ابراهيم كان بيعامل ازاي، ما هو كمان ايمن نور كان بيعامل معامله خاصه وغيره، والان قيادات الاخوان بتعامل معامله خاصه دون الافراد، وهي قيادات الاخوان اللي خرجت صفوه حجازي وهي اللي خرجت عصام، وصفوه وعصام لم يكونوا من ضمن المطلوبين، وقيل ان الباقي رفض، بينما الدكتوره نيفين طلبت احد الباحثين ومراته بتتصل بها يوميا تقول لها هو لم يرفض. انا مش عايز ادخل في المتاهات الكلاميه، انا عايز اقول ان لما يكون طب من غير ما تقول لي بقاطعك، خرجوا ازاي في الزياره من غير ما تكونوا انتوا طالبينهم؟ ده اللي حصل، خرجوا شتموهم ودخلوا، ده اللي حصل. وانا بقول لحضرتك شتموا الوفد، بنقلها تاريخيا، ده اللي حصل. شتموا الوفد صفوت وعصام، هم اللي خرجوا ولم يكونوا مطلوبين وشتموا الناس ودخلوا عادي جدا، بينما يعني ضربوا التحيه لكل الضباط الموجودين وشتموا الناس ودخلوا. والمساله مش احنا مش رايحين، انا ما رحتش معاهم لان في قرار احنا واخدينه ان اللي له متهمين داخل السجن ما يروحش، فانا كنت معاهم لغايه باب الدخول. يعني القضيه وما فيها ان احنا عايزين نقول دي قضيه مصر اللي احنا كلنا بندافع عنها. انا عايز اقول ان انا مش في خلاف مع وزاره الداخليه، انا في اتفاق. رئيس الجمهوريه جه وجاب معاه اللواء محمد ابراهيم وقعدنا مع بعض كلنا وقلنا له على سجن العزولي، ورئيس الجمهوريه اخذ اجراءات واللواء محمد ابراهيم اخذ اجراءات وافرجه عن الناس المحتجزين هناك، وسجن العزولي ما زال حتى الان لا يستطيع انسان دخوله ولا يستطيع انسان زياره الناس اللي هناك. اذا كنا عايزين نقول الشمس مش طالعه، عينيا اقول الشمس مش طالعه. لا احنا مش عايزين نقول كده، احنا مش عايزين نقول كده، لكن عايز نقول ان التجاوز ده بيضر بنظام سياسي قائم. طيب. على اساس ثوره 30/6 القاهره. يبقى لازم كلنا نكون على هذا المستوى من النقاء والشفافيه، لكن لو ان المساله هنتبارى في ان واحد يقول ما حصلش وواحد يقول حصل، ده كلام مش هيخدم بلدنا. لا انا بقول الحاجه اللي انا بقولها، انا راجل معجون ب 30/6 ودفعت حياتي او كدت ان ادفع عشان 30/6، ولذلك هذه طب ما دخلتش ليه حضرتك في الزياره الاخيره يا استاذ مختار؟ بعد ربنا ما خلصنا من الاخوان ومن هم الاخوان علينا ان نبني الدوله التي تقر. حضرتك ليه ما دخلتش في الزياره الاخيره يا استاذ مختار؟ استاذ مختار حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم. لا مش سامع، اتفضلي. حضرتك ليه ما دخلتش في الزياره الاخيره؟ لان انا ليا موكلين في كل السجون، واللي له مصلحه او له موكل داخل السجن في اتفاق في المجلس القومي لا يزور ولا يطلب الزياره، عشان ما يبقاش استفاد من حقوق المجلس القومي لحقوق الانسان. يعني القانون بيقول كده يعني؟ نعم، ده قرار احنا واخدينه. ده قرار حضراتكم واخدينه، ولذلك انا ما بحاولش ازور ولا استفيد من هذا الامر، لكن انا النهارده بكتب اللي انا عايزه
ببعته لرئيس الجمهورية مباشرة. أنا في عصر تاني مختلف، أنا مش في عصر مبارك، أنا أقدر أبعث لرئيس الجمهورية أوصل مصر الجديدة وأحط له اللي أنا عايز أقوله وأرجع مبسوط وسعيد وحاسس إن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب، لأن أنا معايا رئيس زي السيسي. اللي أنا بقوله عايزين كلنا نكون على هذا المستوى. إيه بقى المستوى؟ إن إحنا نساعد الراجل في مهمته. أنا ما صلتش عليه أبواق الدعاية المخربة يقعد يقولي حالة ولا حالتين. طبعا إيه الحالة ولا حالتين؟ أنا بتصل باللواء باللواء مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، بتصل بيه وفورا أبص ألاقيه يحقق في المسألة ويعززها ويتصل ويقول طيب لي إن كان في تجاوز هيشاله، وبمنتهى التواضع. إحنا عايزين كلنا نكون على هذا المستوى من التواضع. المسألة ما إحناش بنتخانق ولا بنقول لا ما حصلش. لا يا سيدي، المميزين في السجون انا ممكن اعدهم لك، وعايز اقول لك ان في عنبر مخصوص للضباط بيقضوا فيه مده عقابهم في مزرعه تره، وعنبر مخصوص للقضاء ايضا المضبوطين في بعض القضايا بيقضوا فيه العقوبه بمزيد من المزاهه. وان سعد الدين ابراهيم كان بيخدمه اتنين في الحجره وكان عنده مراوح، كل الكلام ده يعني كله سابق عشته اللواء محمد نور الدين، وعشت مع المعذبين من المسجونين. طيب خليني ارجع للواء محمد نور الدين، يعني كيف ترد على ما قاله الاستاذ مختار نوح؟ سيادة اللواء حضرتك سامعني؟ بياخدنا بحلقه ثانيه بيتكلم عن الضباط وعنبر للقضاه وعنبر بنك ناصر من السواقين. ده نظام اسمه تفريد العقوبه، تفريد العقوبه بحيث ان كل النوعيات الاجراميه النشاط الاجرامي متماثل مع بعضها في عنبر واحد. فاذا كان في ضابط مستهلك استعمال قسوه ولا حاجز دون حق، ممكن ان انا احجزه مع القتله ولا تجار المخدرات ولا القوادين ولا احجزه مع رأي الضباط. سيادة اللواء بس حضرتك بيقطع وانا مش سامعاه كويس. سيادة اللواء التجاوزات اداريه. سيادة اللواء أنا مش سامعة صوت حضرتك كويس، يا ريت بس يعني تكون موجود في مكان مفهوش الصوت بيقطع، لأن أنا مش سامعة جملة مكتملة يعني. اتفضل حضرتك. أنا بقول لحضرتك في نظام لتفعيل العقوبة لجميع النوعيات الإجرامية اللي نشاطها الإجرامي متماثل بتتسمى مع بعضها في عدد الأموال العامة مع بعضها، المخدرات مع بعضها، السرقات مع بعضها، المستخدمين الغريبين مع بعضهم، شيكات بنك مصر للميكروباصات وسواقين التاكسي مع بعضها، كذلك الضباط اللي فيه تجاوزات بالنسبة متعلقة بأعمالهم من احتجاز بحق أو استعمال مع بعضهم والقضاء مع بعضهم، وفي الاخر كل سجن وكلها عنابر زي بعضها ومتماثله في كله، في دورات الميه وفي السقف وفي المراوح وفي التكييف وفي وقت التريض وفي الزيارات وفي كل شيء. يعني ما فيش اي تمييز، السجن سجن في اي حته. طيب شكرا سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشكرا للأستاذ مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.